رامي، حط يوسف حمدي، هات وخد ركله حره مباشره. حد اشول يروح من هنا؟ مفيش ولا واحد اشول في سوق نادي الاتحاد استثناء يوسف عبد الرحيم. ديلا جلال كده بيستخدم برضه القدم اليسرى، وادي رامي، وادي سميث يعمل الفاول، كان عامل دبل باص مع يوسف حمدي، انما ركله حره مباشره لنادي الاتحاد. يسدد من هنا ازاي ولا يلعب العرضيه؟ رامي سعيد شكله هيسدد، دقه وقوه ورامي والعرضيه، هوبا الله عليك، تسلم رجليك يا رامي. دقيقه 38، قلت الدقه قلت القوه، الاثنين صفر في هذه التسديده. يتقدم رامي سعيد لنادي الاتحاد في الدقيقه 38 بالهدف الاول. الله عليك، تسلم رجليك يا رامي يا سعيد، كل قوه بكل جراه. ادي رامي داخل، رامي سدد ارضيه تخترق الحائط البشري، تسكن الشباك، يتقدم نادي الاتحاد في الدقيقه 38. برافو رامي سعيد، الدقيقه 38 في الشوط الاول، تشهد تقدم نادي الاتحاد السكندري بهدف رامي سعيد من الركله الحره المباشره. من دي فيشر، وادي اماميه مش تسلل، اتاخر لوفل، وادي هوبا التسديده رقم 7 دي فيشر في غفله من دفاع نادي الاتحاد، يسدد دي فيشر تسكن الشباك، يتعادل ابردين الاسكتلندي في الدقيقه 44. دي فيشر وهدف التعادل، وفريق ابردين ناقص لاعب بعد طرد كلارك. صعب على لاعبي نادي الاتحاد، اسعاد جماهيرهم واسعاد كل الموجودين في الملعب النهارده لمؤازرتهم. ادي اللعبه، وادي دي فيشر يسرق دفاع نادي الاتحاد، كان مع يوسف عبد الرحيم، يسدد بالقدم اليمنى على يمين الهام سليمان. جيمي سميث توزاني مش تسلل رقم 14، يستلم ماجواير، هارت، نيكلسون، سميث، جيمي سميث مش تسلل، والمحاورة وجول، المحاورة وهدف تاني لأبردين. 2-1 النتيجة. لعبت الكرة حلوة، حطت بينية، مفيش تناسق، مفيش تناغم بين مدافعي نادي الاتحاد، ونشوف اللعبة. وادي الإعادة، ادي شوفوا حضراتكم جيمي سميث رقم 11 يلعب الكرة البينية، قطع الراجل هيحاول ازاي، لوفر رقم 9 يروح يسجل الهدف الثاني لبردين في الدقيقة 30. لوفر رقم 9، انطلاق من لوفل، أمامية مش تسلل، طلع الهاني، ادي المحاورة وركلة جزاء على نادي الاتحاد. ركلة جزاء على نادي الاتحاد في الدقيقة 31. مفيش تعمق من المدافعين، يعني الليبرو ما كانش عامل العمق الدفاعي، انطلاق راح سميث، طلع هاني سليمان، صفر مدحت الحوفي، ادي ركله الجزاء على نادي الاتحاد. سميث ينطلق ياخد التمريره من دي فيشر، يصفر على طول مدحت الحوفي، وركله جزاء على نادي الاتحاد، كارت اصفر لرقم 5 ليمير. شوف نيكلسون فعلا رقم 4 هو اللي على التسديد، داخل نيكلسون، وادي التسديده، وادي اللعبه. برافو يا هاني، برافو يا هاني يا سليمان، يتعلق يتألق يتعملق لهاني سليمان في اللعبه اللي فاتت، ركز كويس قوي، راح نيكلسون على طول يمسك لهاني سليمان، برافو يا هاني. لحضراتكم حارس ركز كويس قوي، حطت على شماله، شوفها مره ثانيه مع النقطه كانت على العرض ان شاء الله. ادي اللعبه، وادي الاعاده، وادي التركيز، يطير الهاني، برافو يا هاني. صح جمهور نادي الاتحاد مسكين عايز اي حاجة.